اهلا بيكم في فيديو جديد من فواح. انا باسل والنهارده بكلمكم عن ثلاث برفانات او ثلاث عطور من العطور الجميله اللي استخدموها في الخريف والشتاء والربيع. البرفيومز دي بتمتاز ان هي بريحه الورد، وما بتكلم عن الورد بقصد الورد البلدي زي ما بنسميه في مصر الورد الاحمر او روزس، مش بتكلم عن الزهور او الزهور البيضاء، لا هنا بتكلم عن الورد الاحمر روزس، هو ده اللي انا بتكلم عنه. البرفيومز دي بتمتاز ان هي محتاجه حاله خاصه، يعني البرفيومز دي مش لاي حد يستخدمها. البرفيومز دي محتاجه جو بارد نسبيا، محتاجه نوع من انواع التأنق، محتاجه نوع من انواع الرسميه بدرجه كبيره. البرفيومز دي بتقدمك بشكل في مرحلة من المراحل ممكن يكون مثير، او في مرحلة من المراحل ممكن يكون حسي، فدي برفيومز ممكن تستخدمها في لحظاتك الحميمية بدرجة ما، ممكن ترشها على جسمك وتستنى ان هي تهدى شوية وتوصل لمرحلة الدراي داون، يكفيك رشة او رشتين كده من بعيد وتبدأ تستخدمها. العطور دي ممكن توظفها في اوقاتك الرسمية على بدلة مثلا او على زي رسمي، وهتديك نوع من انواع التأنق الجميل، تدي عنك انطباع ان انت مثير وحيوي ولكن في نفس الوقت انيق ورسمي وحاد. اول حاجة معايا هبدأ بيها النهاردة هي كارتي ديكليريشن دونسوار انتنس. ده نسخة الانتنس. نسخة الانتنس تختلف عن النسخة العادية، مش هتكلم عن الفرق بينهم، هكلمكم عن نسخة الانتنس. نسخة الانتنس بالنسبة لي من الحاجات الجميلة قوي. انت بتستخدم برفيوم جميل عبارة عن مزيج من التوابل، والتوابل هنا بتيجي بشكل جميل جدا. اول ما ترشه هتشم فلفل اسود جميل منعش، سبايسي بشكل منعش جميل قوي، وكمان معاه لمحات خضراء، هتشم في مرحله من المراحل كده ريحه خضراء بدرجه ما تحس ان هي واخده يعني الاحساس الاخضر، ومع الاحساس الاخضر ده بقى يبدا يظهر معاك دفقات من الورود الحمراء، تبدا الورود الحمراء تظهر، الورود الحمراء في صوره جميلة وفي صورة مثيرة، وتبدأ بقى الورود الحمراء والإحساس السبايسي ده تنعم أكتر فأكتر فأكتر، وتبدأ تاخد الإحساس الخشبي، ومع الإحساس الخشبي تبدأ تاخد الإحساس البودري، والإحساس البودري هنا يخلي ريحتك كده بودرية جميلة لطيفة، مش بالشكل الصابوني أو مش بالشكل اللي هو النظيف، لا هنا إحساس باودري، احساس هتحسه اما تستخدم البرفيوم ده. انا بشوف ان انت ده تستخدمه اول ما تدخل اجتماع مهم، قبل ما تدخل اجتماع مهم هيديك مظهر جميل جدا، هيدي عنك انطباع ان انت رجل حاد. انا بتخيل صاحب العطر ده شخص ببدله وبزي رسمي وبقوام ممشوق، وهو رجل اعمال محب للساعات ومحب للاحذيه والشنط الجلدية او الحقائب الجلدية، وداخل على اجتماع رسمي واجتماع لصفقة من صفقاته، ومهندم ومهذب في مظهره، يعني ده من وجهة نظري يعني البرفيوم او عطر الورد للإيديال مان، للرجل المثالي اللي هو اللي احنا بنضرب بيه المثل. بالنسبة للأداء الخاص بيه، فالأداء الخاص بيه أداء قوي، الفوحان الخاص بيه فوحان قوي بالفعل، يعني أنت أول ما ترشه هيبدأ يملى الأرجاء اللي أنت بتتحرك فيها بالشكل ده، والفوحان ده هيستمر معاك تقريبا ساعة، وبعد كده بيقل طبعا بالتدريج. بالنسبة للثبات فقعد معايا في درجات الحر الشديدة في الصيف في شهر أغسطس وشهر يوليو، قعد معايا على الملابس حوالي أكتر من 24 ساعة، رشيته في يوم ونزلت رجعت تاني يوم، كنت بحط الملابس نفسها في
الغسالة نفسها وأنا بحرك اللبس ريحته ظهرت. فدي كانت من الحاجات الجميلة اللطيفة بالنسبة لي. جربته في درجات حرارة شديدة جدا وأدى معايا أداء كويس جدا. جربته في التكييف ريحته كانت لطيفة جدا. جربته في أكتر من موقف جاب لي أكتر من إطراء حريمي بالمناسبة. فده من الحاجات الجميلة اللي أرشحها. العطر التاني معايا النهاردة هو روز أنونيمي إكستري من أتليه كولون. أتليه كولون من الدور اللي بتقدم بيرفيومز، هو دار نيش، دار متخصص في إنتاج العطور وحسب، شركة مهمتها أو دورها أنها تقدم منتجات عطرية، تقدم عطور فقط. ده معنى مصطلح النيش. أتليه كولون بيدي عطور بجودة عالية. النقاء العطري في العطر ده من الحاجات الجميلة بالمناسبة. أنا حسيت للحظات كتيرة يخليك كده مش يعني يخليك مبتسم كده، يخليك مبتهج، يخليك حابب ان انت ترش، ويخليك محب للحياة، يخليك متشوق ان انت ترش كده وتخرج، عايز يبقى في عندك ميتنج مهم. ده للرجل ممشوق القوام، نفس المواصفات على مرتدي كارتيه ديكلوريشن دونسوار انتنس هنا في أتليه كولون روز أنونيمي إكستري. مش هتلاقي فيه تقييمات لي، ودي حاجة غريبة بالنسبة لي، هو من الحاجات الغريبة. ده تركيز الإكستري، ده أعلى تركيز ممكن في العطور، ده التركيز الأقرب لاستخدام الزيوت الخام بدرجات عالية جدا في المزيج أو في السائل العطري. الجوس نفسه اللي هنا هتحس إن القوام الخاص بيه قوام ثقيل أكتر من حاجات كتير قوي. بالنسبة للبرفيوم ده فهو بيديك إحساس الورود الجميلة، الورود الناعمة، الورود المسكرة الهادية اللطيفة اللي فيها لمحة خشبية جميلة، واللي فيها ممكن نوع من أنواع الجلود أو نوع من أنواع الزعفران أو نوع من أنواع النعومة الجميلة. أنت ترشه وتدخل تحضر بيه اجتماع، أو ترشه في أوقاتك الحميمية، ترشه قبلها كده وتستنى عليه نص ساعة يهدى وينعم، وهيديك نتيجة جميلة جدا. من الحاجات الجميلة جدا اللي جاب لي إطراء وتقالي ريحتك حلوة جدا لمجرد ان انا كنت رشه على جسمي قبل ما ارتدي ملابسي، وكان فات عليه اكتر من ساعة، يعني كانت فات عليه فترة طويلة. فده من الحاجات الجميلة اللطيفة اللي انا برشحها. هو بيدي انطباع ان انت حاد، بيدي انطباع ذكوري جدا، بيدي انطباع ناعم وجميل، وده للرجل الحاد الذكوري المثير. لو انت عايز تاخد الطابع ده هو بيتحقق معاك في ده، من الحاجات الجميلة اللطيفة. بالنسبة للأداء الخاص بيه، فالأداء الخاص بيه الفوحان، فوحان متوسط الى قوي، يعني بيملأ الأرجاء اللي انت بتتحرك فيها اول ما بترشه. وانا بصراحة يعني العطر ده سبب لي نوع من انواع الحيرة في مراحل كتير قوي، لاني ما ببقاش فاهم هل هو قوي فعلا لدرجة ان الناس شامينه بعد مرور الوقت، ولا هو ضعيف لاني ممكن اكون رشه وما شموش، بعد كمان شوية مع الحركة او المجهود ريحته تظهر بشكل قوي. فده من الحاجات المحيرة بالنسبة لي. لكن الثبات الخاص بيه فانا اضمن ان هو يقعد معاك في الشتاء او في الخريف في الايام الباردة، هقعد معاك عدد ساعات كويس، هقعد معاك 8 ساعات فما فوق، ممكن يقعد معاك حوالي 10 ساعات، ممكن يقعد معاك يوم كامل. التجربة بالنسبة لي على مدار شهور كتير في الصيف في الحر وفي التكييف كانت تجربة غريبة بالنسبة لي شوية، وما قدرتش اوصل لحاجة غير ان هو ريحته سكسي جدا، من الحاجات المثيرة والممتعة والرسمية الانيقة بالمناسبة. برضه بعد كده بتكلم عن بيرفيوم كمان اتكلمت عنه قبل كده، هو عود اندروز من استي دوبون. دوبون معروف ان هي بتقدم الساعات، بتقدم الولاعات الذهبية، يعني لو انت من محبي تدخين السيجار فدوبون بتقدم ولاعات، ولاعة من الذهب، بتقدم ساعات، بتقدم شنط، بتقدم منتجات كتير قوي.
ولكن قررت انها تدخل مجال العطور وابدعت بالفعل في مجال العطور. عود اندروز بيديك نوع من انواع العود الوقور قوي، ولكن الوقار ده بيكسره نوع من انواع النعومه والسويتيه. انت بتشم روز ورد مع عود، وعود هنا عود داكن وخشبي، عود قاتم وخشبي، ممكن تحس معاه باحساس الجلد، ممكن تحس معاه في مرحله من مراحل ان هو واخد لمحه بخوريه بدرجه ما، ممكن تحس في لحظه من اللحظات ان هو واخد لمحه حيوانيه بدرجه ما، ولكن العود هنا بيكسروا الاحساس السويتي فيه. هو بيديك في مرحله من مراحل ان هو مسكر، بيديك في مرحله من مراحل ان هو ناعم، فده بيكسر كل القتامه اللي انت ممكن تكون شمتها في البدايه، وبيخليه انعم، بيخليه اهدى، بيخليه بياخد اتجاه الاثاره الجاده، حاجه كده انت تلاقي نفسك مش قادر تفهم بالظبط يعني انت تستخدمه امتى. ده انت تستخدمه في اوقاتك الحميميه، رش على جسمك كده من بعيد، او نص رشه كده ضغطه خفيف قوي من بعيد، وتستنى تستنى كده، وهيديك ريحه حلوه، هيديك ريحه جميله. السويتيه اللي فيه دي بتبدع في الاوقات الخاصه، وتبدع في الاوقات البارده. تستخدم رشتين كده وتروح تدخل بيه اجتماع رسمي على بدله، وترشه قبل ما تنزل وتروح الاجتماع ده، وهيدي عنك انطباع ان انت وقور جميل، وبيديك طابع ورائحة شرقية جميلة وممتعة. بالنسبة للأداء الخاص بيه فهو قنبلة أداء، قنبلة فوحان وثبات شديد، يعني ممكن يقعد معاك بالأيام على الملابس وما يطلعش. الثبات على الجلد ثبات يدوم معاك لساعات. سعره من الحاجات الرخيصة تقريبا مقارنة بحاجات كتير، والأداء فيه قوي، وهدية جميلة، والزجاجة كمان شكلها جميل ولطيف. معرفش هل انتوا جربتوا حاجة من العطور دي ولا لأ؟ قولولي ايه اللي انتوا جربتوه منهم، واكتبولي تجاربكم في التعليقات. بشكركم لمشاهدة التقييم ده، ومتنسوش تدعموا فواح بالسبسكرايب والإعجاب بالفيديوهات، وتنضموا لينا في صفحة فواح على الفيسبوك.